والامور اتقفلت خلاص ما بين فيوتشر والاهلي او ما بين اللاعب والاهلي ولا لسه مستمره؟ رضا بوبو من اللعيبه اللي يعني كانت متفقه مع الاهلي على كل حاجه والموضوع كان خلصان من السنه اللي فاتت. كان الاهلي عنده طلب او عنده رغبه ان يضم رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، لكن الكابتن علي مركز ليه وجهه نظر ان اللاعب يكمل معاه او الاثنين لعيبه يكملوا معاه عشان الكونفدراليه، وكان عندهم طموح ان هم يحققوا لقب بعد بطوله كاس الرابطه، وتاجل الموضوع للموسم ده. كانت الامور ماشيه بشكل كويس، اللاعب يمكن حتى كان جنش بيحاول يقنعه انه يروح الزمالك، وسعد سمير بيحاول يقنعه انه يروح الاهلي، وكان دايما كده في شد وجذب في معسكر فيوتشر بسبب ان يعني كل واحد عايز يودي اللاعب النادي بقى او اللي بينتمي ليه. فكان استقر اللاعب على النادي الاهلي، وكان كل حاجه المفروض خلصانه. وحتى لما طلع في وقت ان الاهلي تراجع شويه، الكابتن امير كلم اللاعب، مدير التعاقدات في النادي الاهلي كلم اللاعب وقال له لا احنا لسه في الصوره ومتمسكين بيك، لكن فوجئ النادي الاهلي بمغالاه فيوتشر الماليه، خاصه ان بيراميدز مقدم عرض قوي جدا او مبلغ يقال انه وصل حوالي 50 او 60 مليون. فهنا الموضوع بقى صعب، فابتدى الاهلي يفهم اللاعب ان الموضوع بالنسبه لنا ماليا صعب، واللاعب متمسك بالنادي الاهلي، لكن اللي معروض عليه من بيراميدز لدرجه ان انا قلت لك في الحاله فاتت ان قالوا له ندفع لك 60% من قيمه عقدك كاش وانت بتمضي، فده مبلغ برضه مش قليل. فايه اللي هيحصل؟ المعلومه اللي عندي ان فيوتشر هيعملوا مؤتمر صحفي المفروض الفتره الجايه، واتكلموا بقى في كواليس. كابتن ابو زاري قال لي امبارح ان هم هيقعدوا في مؤتمر صحفي يحكوا كل الكلام ده. يعني عرفت ان هم هيطلعوا، وحتى هم محددين بيتهيألي كان بيراميدز طالب كمان احمد عاطف ومهند لاشين وكان محمود مرعي وعمر كمال، حددوا الاربعه ب 200 مليون باكج كده، قالوا لهم لو عايزين تاخدوا الاربعه، عملوا لهم تسعيره يعني لو عايزين تضمهم. لكن هم معلومات ان فيوتشر متمسك بمهند، واللعيبه الثانيه ممكن لو حد فيهم عايز يمشي ممكن يمشي.